طنط رباب ما اتصلتش بالبوليس الا الصبح. الزهر كانت خايفه انهم يجوا يقبضوا على جابر بالليل، او مين عارف يمكن تكون لسه بتحن لايامه. البوليس عاين حراسه على الفيلا يا ماما. انا من ساعتها متوتر ومش عارف اتلم على اعصابي. مين عارف كان جابر ممكن يعمل فيا ايه؟ ده مجرم قاتل. جابر مش هيقدر يهرب ما اكتر من كده ابدا. زمانهم بيدور عليه في كل حته وقلبين الدنيا. على الله يمسكوه بسرعه بقى. انا بقيت ماشي عمال ابص ورايا. على فكره يا ماما انا ما اعرفش اتصرف لحضرتك في الفلوس اللي انت عايزاها. ليه بقى سنسيم؟ انت مش وعدتني ان اول ما جابر ينزح من طريقك هتديني كل اللي انا عايزاه؟ ايوه يا ماما، ما هو ده اللي انا كنت فاكره. لكن دلوقتي مفيش مليم بيتصرف الا باذن طنط رباب، حاطه مناخيرها في كل حاجه. بعدين بصراحه المصنع الجديد اتكلف كتير قوي، وهي خدت قروض من البنوك ورهنت كل شركات ندى حتى الفيلا، وكمان هتحط. خلاص خلاص يا حبيبي خلاص، ما انا عارفه بخت طول عمره وحش. ما انا دلوقتي يعني اللي هتنصف. يا ماما هو في ايه؟ انت عامله عزومه ولا ايه؟ ايوه عزمه نفسي، ببر نفسي، اللي دافع لي حاجه ياخدها. ماشي يا ماما اوكي. انا اوعد حضرتك ان انا هحاول اتصرف لك في الفلوس اللي انت عايزاها. لا توعدني ولا اوعدك، واتفضل بقى يلا روح، روح لمراتك وخالتك. لا ما انا قررت ان انا اقعد مع حضرتك كام يوم عبال بس ما يقبضوا على جابر. نعم تقعد فين؟ وبعدين خالتك ومراتك يقولوا ايه لما تسيبهم في ظروف زي دي؟ لا ما انا اقنعتهم، قلت لهم ان حضرتك متضايقه وزعلانه من قعدتك لوحدك، فاستاذنتهم ان انا اجي اقعد معاكي كام يوم. تستاذنهم؟ استأذني أنا قبل ما تقول حاجة زي دي. أستأذنك؟ أستأذنك ليه يا ماما؟ أستأذنك عشان أجي أقعد في بيتي؟ في أوضتي؟ خلاص نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين، المهم دلوقتي بقى تروح لمراتك ولخالتك. يلا 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 حبيبي، تصبح على خير. يلا سلم لي على خالتك أو على مراتك. تصبح على خير. باي. أنا بعشق الحياة علشان مجنونة بيه، أنا بعشق الحياة علشان فيها لقانة. أميرة اتأخرت ليه؟ تعال تعال. نسيت حاجة. مين ده؟ جوزي. جوزك؟ عندك مانع؟ Dear Mrs. Chairman, on behalf of WH Textile Machines, congratulations on closing this deal. We look forward to more cooperation in the future. Thank you. Thanks a lot. يا ريت يا جماعة تاخدوا مستر أليكس في جولة في مصانع وشركات المجموعة. مستر أليكس، come with me please. Nice to meet you. ألف مبروك يا مدام على توقيع عقد المكنة الجديد. الله يبارك فيك يا نسيم. أنا عايزاك بقى تنزل لي الصور دي في الثلاث جرايد الأسبوع الجاي، إعلانات ربع صفحة. إن شاء الله يا مدام. وانت يا عبير عايزاكي تشرفي على ترتيبات الحفله اللي هنعملها بمناسبه توقيع عقد المكن الجديد. ايه ده؟
هي عبير اللي هتشرف على الحفله؟ ايوه طبعا، من دلوقتي عبير بقى ليها اختصاصات تانية غير السكرتاريه. اللي تشوفيه يا مدام. تأمري بحاجه تانية يا رباب هانم؟ لا ميرسي، اتفضلي. مش كان المفروض جدك يحضر معانا توقيع العقد؟ زار جدي رجعت له تاني حاله الاكتئاب اللي جات له يوم ما ساب الوزاره. الا مفيش اخبار عن جابر؟ ما قبضوش عليه؟ اكيد لسه، والا كانوا بلغونا او حتى قرينا في الجرايد. بقول لحضرتك ايه، احنا عايزين بقى نتصل بشركه سيكيورتي كبيره تبعت لنا كام واحد بتوع امن كويسين. ليه يعني؟ ملوش لزوم، البوليس حاطط حراسه على الفيلا وعلى مكاتب الشركه. مش كفايه، مش كفايه خالص، لازم اتنين امن يكونوا ملازمين ندى في كل تحركاتها. مش جايز تطلع في مخه ويخطفها؟ يخطفها؟ محدش عارف جابر في الظروف دي ممكن يفكر ازاي. كباب وكفته سخينه اهو، تغير بيهم ريقك بدل اكل العلب اللي انت عايش عليه. كباب وكفته ايه بس يا محروس؟ انا قلت تبر نفسك مادام في اخبار كويسه. انت عتبت في عزمي؟ لا يا عم، عزمي ده طلع عقده. امال اخبار كويسه ايه؟ واحد من الاثنين التانيين اللي كان هج بره مصر بعد ما خد افراج. وعرفت تسافر فين؟ اليونان، ومعايا عنوانه بالعربي والانجليزي والجريجي. يبقى لازم اسافر. سيب الحكايه دي عليا يعني. ابعت له واحد من الاسكندرانيه اللي رايحين جايين على اليونان، مفيش اكتر منهم. ما ينفعش، لازم انا بنفسي اللي اسافر واقنعه باي تمن يرجع معايا مصر ويشهد قدام النيابه والمحكمه. طب وجواز السفر؟ فاكر سليم؟ الا فاكر سليم، نخلص اكل وننزل عند واحد صاحبنا مصوراتي قريب من هنا، وبعد كده ابقى انزل لسليم الليله. يلا بقى الكباب هيفرق. لا لا لا، ما ينفعش انت تنزل لسليم، كفايه انك انت بتقدر تزوغ من مراقبه البوليس وانت جاي لي. يا عم جابر احنا صحيح بطلنا شقاوه من زمان، لكن لسه فينا الرمق وسكه ابو زيد كلها مسالك. اسمع دبر لي انت بس انزل مصر الليله، اللي يروح يجيب الباسبور لازم حد ما يكونش البوليس بيتابعه او بيشك فيه. اهلا 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 وسهلا يا ابني، خطوه عزيزه. شكرا شكرا السلام. وانت عامل ايه؟ زي ما انت شايف ما بليش غير قاعدة البيت من يوم ما قفلوا المصنع، والقضية اللي احنا رفعناها في المحكمة لسه حبالها طويلة. ده انا حتى سمعت انهم شالوا المكن القديم وكهنوه وبيستعدوا دلوقتي لاستقبال المكن الجديد. سارة زيها؟ تعبانة، الحمل تعبها. ربنا معاها يقومها بالسلامة. وانت يا ابني لسه برضو ما بتروحش بيت حماك وحماتك؟ طيب مراتك ذنبها ايه؟ دي بتحبك وشرياك؟ النصيب يا سردة. بقول لك ايه يا ابني، القرشين اللي كنت اديتهم لك عشان قضية جابر بيه ورجعتهم لي لسه موجودين، خدهم ورجع شقتك القديمة، ولا شوف لك شقة صغيرة. لا 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 يا سردة، كتر خيرك. جرى يا فريد يا ابني، انت معتبرني غريب؟ مفيش اخبار عن جابر بيه؟ يعني ما حاولش يتصل بيك من يوم ما هرب؟ ابدا يا ابني، ولو اني كنت فاكر انا اول واحد هيخبط على بابه وهو في الظروف دي. وانت ما حاولش يتصل بيك؟ للاسف لا، مع انه وحشني نفسي اشوفه. ده كابوس. انا ساعات بيتهيالي ان كل اللي بيحصل ده كابوس وانه مش حقيقي. جابر بيه بريء يا سردة، ولو الناس كلها ادانته واتهمته انا مش ممكن اشك فيه لحظه واحده. ومصير الحق يبان، مصير الحق يبان يا سردة، حتى لو الدنيا كلها وقفت ضده. ايوه يا ابني، الدنيا كلها وقفت ضده، حتى اهل بيته واقرب الناس ليه.
أنا آسف يا ابني، أعذرني، قلبت عليك المواجع. ما أنا كمان مقهور، ما صدقت لقيتك عشان أفضفض لك. أستأذن أنا أستر ده. لا تستأذن، تستأذن تروح فين؟ إحنا هنتعشى سوا، وسارة زمانها جاية. الحمد لله أهي جت. وحشتوني قوي يا ست، ما حبيتش اخبط على حد فيكم لغايه الامور ما تهدى شويه. ازيك يا كبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ وعامل ايه؟ عايش ازاي؟ ما تقلقش عليا يا استاذ رضا، انا اتعودت خلاص. المهم سارة اخبارها ايه؟ بخير، دي هتفرح قوي لما تشوفك. ازاي مراتك يا فريد؟ كويسه. يا مالك؟ مش وقته والله ابن حلال، احنا لسه كنا هنحط العشاء، نتعشى احنا بقى دلوقتي وساره تبقى تتعشى على مهلها. لا 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 لا، مفيش وقت، انا لازم امشي، انا مش عايز اورطكم في بيتي. كويس ان انا شفتك يا فريد، انا عرفت موضوع طردك وعرفت اللي حصل في المصنع ده، شيل العمال وخرب بيتهم. انا مش في ايدي حاجه اعملها. ما تقولش حاجه، تقولش حاجة يا جابر بي، ولا تعمل حاجة، كفاية اللي انت فيه. المهم انت ناوي على ايه؟ وعادك في مصر خطر عليك، ولو مسكوك مش هيرحموك، ولو هربت هتفضل هربان على طول. هو ده اللي انا جالك عشان استرده، انا محتاج لحاجة محدش هيقدر في الدنيا يعملها غيرك. حاجة ايه؟ طيب استأذن. لا 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 يا فريد، انا ما اقصدش يا حبيبي، انت مش غريب، ده انت من اقرب الناس ليا. انا بس مش عايز احملك مسؤوليه ولا هم اكتر من اللي انت شايله. استرادة، بعد اذنك ممكن ندخل جوه شويه؟ يا سلام، ده البيت بيتك. اتفضل. عاوز تهرب بره مصر؟ انا مش هربان يا استاذ رضا، انا رايح اجيب دليل براءتي. الاثنين اللي اتحكم عليهم في القضيه اللي اتهموني فيها قضوا المده وخرجوا بره السجن، في واحد منهم عايش هنا في مصر، دخت على عنوانه مش قادر، التاني عرفت انه مسافر في اليونان وقدرت اجيب عنوانه. هو ده اللي انا لازم اسافر له، لازم اروح له انا بنفسي عشان اقدر اقنعه انه يجي معايا، يشهد ان انا مش جابر نصار القاتل اللي كان معاهم يوم الحادثه. طب انا في ايدي ايه اعمله لك؟ لو محتاج فلوس السفر انا مستعد اديها لك، ما هي كلها فلوسك. ما اعتقدش الراجل ده هيطلب فلوس، حتى لو طلب قول له الحساب معانا. هو هيطلب فلوس ليه؟ عشان يزور باسبور. عاوزني انا اروح اجيب لك الباسبور المزور ده؟ انا مش عايز، ما اقدرش اخسبك على حاجه زي كده. أنا آسف يا استاذ، أظن إن أنا اتسرعت. أنت تخيلت إن أنت أقرب واحد ليا ممكن يقوم لي بالمهمة دي. معلش، أنا عارف ظروفك، سارة ملهاش في الدنيا غيرك، ما ينفعش أورطك في الموضوع ده. ما تقلقش يا استاذ، محدش في الدنيا هيعرف إن أنا جيت لك هنا، وأنا ما عنديش حاجة تانية أبدا. على إذنك. جابر بيه، اديني عنوان الراجل ده، انا هروح له حالا. ما ينفعش. بس ما تاخذنيش يعني، انت ضامن الراجل ده، تعرفه كويس، واثق ان هو هيعمل لك الباسبور ده من غير حتى
ما يطلب فلوس؟ ايوه طبعا، دي حكايه قديمه استرضى، يمكن يجي يوم من الايام واحكيها لك. انا هدي لك اماره هيتاكد منها ان انا اللي بعتك. انت لسه ما روحتيش؟ امل انت مستمعاني؟ ها في حاجه؟ انت يا بنتي مش خلصتي شغلك بدري؟ ايه اللي مقعدك لغايه دلوقتي؟ انا قلت ادور عن اي معلومه عن الكتاب ده. هو شغلك قوي الكتاب ده؟ هو اصل الكتاب ده فيه حاجات غريبه جدا. زي ايه؟ حكايه الاكرم الكبير اللي جا ماشي من المغرب لغايه مصر على رجليه زي ما يكون ابن بطوطه، ولف بلاد ملهاش اول ولا اخر لغايه لما استقر في طنطا جنب السيد البدوي، وله كرامات وحواديت كده غريبه ما تخشش الدماغ. ما انت عارفه حكايات زمان دايما بيبقى فيها شيء من المبالغه. عشان كده انا جبت مراجع ودخلت على كذا سايت في الانترنت. مراجع وانترنت، ده المساله دي شغلاكي قوي. انا حاسه ان الموضوع ده هوت وراه خبطه كبيره قوي. استرد. أنا قابلته؟ للأسف لا. لا ليه؟ ما رحت العنوان اللي انت اديتهولي وسألت الجيران قالولي اتقبض عليه من شهرين وفي السجن. سلم سجن؟ في قضية تزوير فلوس. كتر خيرك استرد، أنا تعبتك معايا. الظاهر مفيش فايدة. تروح فين؟ ماشي. لا مش رايح فين؟ والله ما اعرف استرد. خليك قاعد معايا. قاعد معاك. انت عارف تهمة التستر على مجرم دي عقوبتها قد ايه؟ مين قال انك مجرم يا جابر بيه؟ حتى بعد ما بعتك للمزاور ده؟ لان ما حدش في الدنيا دي يعرفك اكتر مني. حتى مراتك وبنتك اللي من لحمك ومن دمك. عشان كده مش ممكن أسيء الظن بيك مهما حصل. خليك قاعد معايا هنا، محدش هيحس بيك ولا يشعر بيك لحد ما ربنا يفرجها، وإن شاء الله فرجه قريب. يا سارة ما جاتش لغاية دلوقتي؟ لا الدنيا تأخرت عمرها ما اتأخرت لغاية دلوقتي. ما اتصلتش حتى بالتليفون؟ هو الحقيقة التليفون ضرب كذا مرة بس أنا خفت أرد. معلش أسترد، أنا ما كنتش عارف. أنا هتصل بيها في التليفون في الكنيسة وأشوف اتأخرت ليه. إيه ده؟ يا سارة معاك مفتاح؟ هيكون البوليس بيلاقي تفرج من هنا. لا لا قطع، خش استخبى. خش ايوه حاضر حاضر حاضر. انت كنت فين يا عم رضا؟ بقالنا ساعتين بنتصل بيك ومحدش بيرد على التليفون. في ايه يا نبيل يا ابني؟ ساره فيها حاجه؟ دي تعبت قوي واغمى عليها من ساعتين في الكنيسه ونقلناها المستشفى. مستشفى؟ انت
مستشفى ايه؟ خليك هنا، انا هروح اشوفها اطمن عليها واجي اطمنك. هتبقى سليمة يا رب. خير يا دكتور، طمن بنتك. هي وصلت بجلطة في شرايين المخ، ودي عاملة لها غيبوبة جامدة دلوقتي، وعلى ما احنا هنحاول بالأدوية نداوب الجلطة. يعني في أمل، في أمل إنها تفوق وتقوم بالسلامة. ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامة، وعلى مدة 48 ساعة جايين حرجين جدا. ما تعملش في نفسك كده. أنا قلبي مخطوف عليها المرة دي. لو راحت مني مش عارف أروح فين ولا أعمل إيه. أنت راجل طيب استرضى، عمرك ما أذيت حد. ربنا سبحانه وتعالى مش هيتخلى عنك أبدا، وهيجازيك كل خير وينجي بنتك. التجربة أصلها قاسية. معلش. كل ليل وله آخر. هترى لسه بتقول عليه ان انا السبب؟ لا، وانت ذنبك ايه؟ انك كنت عاوز تسعد بنتي لما خليت ناجي يتجوزها. طب ما كان ممكن تتجوز اي حد تاني ويحصل لها نفس اللي حصل لها. دي إرادة ربنا ومشيته. ونعم بالله. ما حدش له اعتراض عليها أبدا. ونعم بالله استرده. تلاقيك تعبان وعينيك ما غمضتش بقالك كام يوم. تعال خش خش نام في اوضتي استريح لك شوية. طب وانت؟ أنا هيجي لي نوم وبنتي بين الحياة والموت. أحاول أصلي وأدعي لها إن ربنا يشفيها ويزيع عنها، بعدين أدخل أنام في أوضتها شوية لحد النهار ما يطلع، وبعدين أروح لها المستشفى. تفضل انت خش استراي. الرضا مش من الهم، ده كفايه اللي هو فيه.
انا خايفه تكوني اتسرعتي يا امل. المواضيع دي ما فيهاش هزار، ده مستقبلك. الموضوع قرار رئيس التحرير بنفسه حرف حرف، وخلاص اتجمع وتوضب واتنشر، مش ناقص غير الناس تقرا. واكدتي مصادرك بالصور والوثائق والمستندات. شوفي، هو مبدئيا هايل، مفروض كويس، كويس قوي، زيه زي اي موضوع مهم. مش مهم الموضوع، الاهم رد فعله، وفي التوقيت ده بالذات. نسيم، ايه اللي اخرك كده؟ مامتك فين؟ طنط رباب، طنط رباب. خير يا نسيم؟ في ايه؟ مفاجأة، مفاجأة مذهلة، لا كانت على البال ولا على الخاطر. مفاجأة ايه دي؟ مش فاهمة حاجة. خبر صحفي منشور في جورنان بكرة، وانا معدي دلوقتي جبت الطبعة الأولى، ولما قريت اللي مكتوب عن جابر بيت صدمت صدمة عمري. بابي، مكتوب عليه ايه؟ في ايه يا نسيم؟ ما تتكلم. عيلة جابر بيه، عيلة الأكرمين الكريمة، الأكرم الكبير صاحب الكرامات والجهاد ضد الفرنساويين، الراجل العظيم اللي كان له أتباع ومريدين، طلع إنه إيه؟ طلع إنه إيه؟ إنه ملوش وجود أصلا. أنت بتقول إيه؟ يعني إيه ملوش وجود؟ يعني شخص مزيف، غير حقيقي، شخص وهمي. أنت بتخرف يا نسيم. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده مكتوب في الجورنان. خدي شوفي بنفسك علشان تتأكدي من كلامي. جدك الكبير الأكرم شخصية وهمية ملهاش وجود، والكتاب اللي عمله والدك متفبرك من الألف للياء. لا لا، الكلام ده كد. الكلام ده مش كد، والدليل موجود في كتاب الأكرمين نفسه، صورة جدك الأكرم اللي والدك حاططها على الغلاف. عارفة دي صورة مين يا طنط؟ صورة مين؟ صورة قاضي كان عايش في عصر السلطان تومانباي، يعني قبل وصول جدع المزعوم ب 250 سنة، وموجود في بعض المراجع اللي عمرها أكتر من 400 سنة. أنت متأكد من الكلام ده يا نسيم؟ الكلام ده مش كلام يا طنط، الكلام ده مكتوب في الجورنان وفي كل التفاصيل، ومدعم كمان بآراء مؤرخين للفترة دي. لا مستحيل، الكلام ده كذب كذب. الظاهر إن احنا كنا مخدوعين في باباكي جابر بيه، والحقيقة عمالة تبان حاجة ورا التانية. ده ما طلعش بس قاتل وتاجر مخدرات، إنما حتى عيلته الكريمة ذات الأصل والفصل والحسب والنسب، طلعت عيلة وهمية ملهاش وجود. لا لا، مش ممكن مش ممكن. مفاجأة مذهلة، مش كده يا طنط؟ مالها ندى يا رباب؟ مالكم؟ في ايه؟ لا مش ممكن، مستحيل، انا خلاص قربت اتجنن، مش ممكن. لا ايه ده؟ مش ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا ندى؟ انا مش قادره اصدق، مستحيل مستحيل اللي بيقولوه ده يكون حقيقه. ده مش كلامنا يا ندى. مش عايزه اسمع ولا كلمه، كفايه بقى، حرام عليكم، انتوا بتعملوا في بابي كده ليه؟ انتوا عايزين تشوهوا سمعته ليه؟ مش كفايه اللي هو فيه؟ طب اهدي اهدي بس يا ندى. حضرتك مش لازم تسكتي على الكلام اللي مكتوب ده يا مامي، لازم تروحي لهم الجيران وتقولي لهم انهم كدابين، واننا هنرفع عليهم قضيه ومش هنسكت على الاهانه دي. احنا لسه هنتكلم. الكلام اللي منشور في الجورنان ده كله حقيقي 100%، واذا كان في حد كذاب وغشاش يبقى باباكي، باباكي اللي ضحك علينا السنين اللي فاتت دي كلها، وزي في تاريخ عيلته كلها كذب في كذب. وده كله ليه؟ عشان يطلع ابن عيله كبيره وابن ناس، عشان ارضى اتجوزه. وانا اللي كنت فاكره ان ما حدش خاب خيبتي، اتاريك انت كمان يا رباب، وجابر بيه طلع. ما تقوليش كده على بابي، حرام عليكي حرام عليكي. انتوا ليه كلكم بقيتوا تكرهوه؟ ليه بقيتوا تكرهوه مع ان عمره ما عمل لكم اي حاجه؟ عمره ما عمل لكم حاجه، عمره ما عمل لكم حاجه. روحي شغلي يا دكتور بسرعه. ما قلنا بلاش موضوع الدكتور ده يا طنط، اتفضلوا حضراتكم وانا هشوف. اتفضل اتفضل، يلا يلا يلا. ندى يا حبيبتي، مش لازم تهدي بقى. أنا ياما قلت لك يا جابر بلاش الحكاية دي، أنت مش محتاج تعمل كل اللي عملته ده. وادي يا سيدي الأكرمين أهو اللي أنت صرفت عليهم ملايين ملاش أول ولا آخر، وعملت لهم اسم وتاريخ وكرامات، كل ده عشان يبقى عندك عزوة وعيلة وأصل وفصل تحيي ذكراهم كل سنة.
وبنت لهم باسمهم مستشفيات ومدارس ودار رعايه ايتام. خلاص بقى، خلاص كفايه محروس. اني مش عارف اقول لك ايه يا جاد، انت هتلاقيها من مين ولا من مين؟ ترى انا اللي بتقول عليا ايه دلوقتي؟ انا لازم اشوفها. جرى ايه يا جابر؟ بقى اني اللي طول عمري اقول عليك راسي وعاقل تقول لي ارجع الفيلا عشان اشوف ندى؟ يعني افضل قاعد ساكت وكل من هب ودب يلطش فيا؟ ما مش كل مره تسلب الجره، اكيد بعد زيارتك الاولانيه للفيلا زودوا الحراسه عشان يقفشوك القفشه اللي هي. يعني عامل ايه يا محروس؟ ما انصحكش يا جابر، بعد ال 12 في الجورنان ده محدش هيرضي يقف معاك. ولا حتى انت؟ الا انا يا جابر، ولو الدنيا كلها وقفت ضدك. أنا ممكن اللي حصل ده ممكن يتصلح. يتصلح إزاي بس يا جاب؟ هي نشرة أدلة وبراهين. أنا أقدر أجيب أدلة وبراهين أقوى منها. كله بتمنى. بس أنا أخلص من اللي أنا فيه ده والحقيقة تبان. أني حقيقة فيهم. يوه. الحقيقة اللي أنا هربت عشانها من السجن يا محروس. الحقيقة دي لازم تبان. لازم. إزاي بس؟ ده أكبر محامين في البلد ما قدروش يجيبوا لك البراءة. عزمي يا محروس، عزمي، لازم نوصل له مهما كان التمن. هيا يا دكتور، الحمد لله قدرنا ننقذ الجنين، حالته مطمئنة جدا، البنت زي القمر. أمها يا دكتور. سارة يا دكتور. باقي في حياتك. اللي حصل ده كان مفاجأة، مفاجأة كبيرة بلدنا كلها. ازاي وانتوا اهل البلد وعشتوا مع جدود جابر؟ احنا عشرنا والده الشيخ مأمون الله يرحمه، لكن ما حدش فينا شاف والد الشيخ مأمون. احنا صحيح نسمع عنه بس ما شفناهوش. ما حدش فينا اهتم انه يتأكد اذا كان الاكرم جد جابر الكبير عاش في بلدنا ولا لا. هو كان دايما يتكلم عن جده الكبير الاكرم وعن كراماته وبطولاته، واحنا صدقناه عشان ما كانش فيه حاجة تخلينا نكذبه، خصوصا وأفضله كتير على البلد. الحقيقة كانت صدمة، جابر بيه كدب علينا في كل حاجة خاصة بتاريخ عيلته. الشيخ مأمون كان إمام مسجد القرية، وكانت مراته ست طيبة، وجابر كان ابنهم الوحيد، وما كان لهمش قرايب في البلد. ومن حوالي يجي 40 سنة وزيادة حصلت لهم حادثة أنا لسه فاكرها زي النهاردة. هما الثلاثة كانوا راكبين عربية وقعت بيهم في الترعة، طلعنا الشيخ مأمون الله يرحمه والست مراته بعد ما غرقوا، لكن جابر وكان وقتها عنده 10 سنين ما لقيناهوش خالص. وساعتها افتكرنا ان المايه خدته بعيد عن بلدنا، علشان كده بقينا ندور على الجثة في البلاد اللي بعدينا واللي بتمر لها الترعة، لكن ما لقيناهوش اي اثر ونسينا حكايته. لكن من 20 سنة رجع جابر وعرفنا انه ما غرقش عشان الطيار خده بعيد، ومن يومها وهو كل سنه لازم يجي بلدنا يبر باهلها ويفتح مشروع جديد يكتب عليه اسم الاكرمين او اسم والده او والدته، لحد اللي حصل ما حصل. لكن ايه اللي يخلي جابر يقول اللي قاله عن جده الاكرم ويصرف الملايين دي كلها علشان يفكر الناس بجده ويخلينا نحول اسم بلدنا على اسمه؟ جابر بيه ربنا انعم عليه بحاجات كتير وما كانش محتاج يعمل اللي عمله. هو ده السؤال اللي انا بحاول اوصل لإجابته. هايل يا محروس، انا كنت واثق انك هتوصل للاسم عزمي ده. انا لما اتزدت في وشي قلت ما بديهاش، رحت لواحد صاحبي ضابط مباحث في المديريه وترجيت وجيب لي عنوان عزمي، جابهولي من ملف القضيه. انا ما كدبتش خبر، رحت على طول. رحت له مش له هو بالظبط، انا قلت ادوس السكه واتاكد من العنوان بالغرض. رحت لقيته ما عادش بيقعد في المطرح ده، ركبني لعنده عنده كبرت في دماغي ورجعت لصاحبي الضابط وترجيته يديني عنوان عزمي اللي بيقعد فيه لي ومن دول. ومفيش حاجة صعبة على الحكومة. المهم وصلت له؟ ايوه، رحت شفت العنوان بنفسي، حتة فيلا هاي لايف بسور عالي وحرس وبودي جارد وجنينة كبيرة، مع انه كان حتة موظف صغير في الجمارك. ايه اللي وصله كده؟ بصراحة اني كان الفار لعب في عيب من ناحية الراجل ده، قعدت استقصى واتنقص عنه، عرفت انه ساب شغلته في الجمارك بقاله 15 سنه وبعدها ظهرت عليه النعمه. هو بيشتغل ايه ده؟ بيقولوا انه بيشتري اراضي وبيبيعها وعنده شركه مقاولات كبيره ولوادر
وغاوي تحف وانتيكات وبيستوردها. بيستوردها ولا بيصدرها؟ هنفضل نحكي نخش في حياه الراجل؟ يلا نروح له. استنى بس، المساله مش بالسهل، لانه لو عرف ان انت مش هيرضى يقابلك او هيديك ميعاد ويعمل لك كمين وتروح تلاقي البوليس مستنيك. يعني ايه؟ هنفوت الفرصه بعد ما اعتدنا فيه؟ ولا هنفوت الفرصه ولا حاجه. باب فيلا عزمي هيتفتح لنا بكل احترام يا ابو وليد. ابو وليد راجل اعمال لبناني جاي اتفق على شغل فئات الملايين وطالب ميعاد سريع عشان مستعجل لانه مسافر بعد بكره. وحدد الميعاد الليله ما دام فيها مئات الملايين، واتفقت على 2 موبايل وعربيه امريكاني ولبس كمان. لا محروس. المهم لازم نقابل عزمي ده باي طريقه وباي شكل. في عندنا ميعاد ابو وليد بيه. معاك؟ نعم زي ما اتفقنا. انا هقف جنب السور، لو شفت اي حاجه غير عاديه هديك رن على المحمول. ليه يا راجل؟ ده انت من ساعة هروبك من السجن وانا متوقع انك تجيلي. طبعا ما انت عارف انك شهدت عليا زور وتأكد ان مش جابر اللي ارتكب الجريمة. هي مصلحتك يا عزمي. انا ملياش اي مصلحة، انا بس بساعد العدالة. بلاش مصلحتك انت، لمصلحة مين؟ مش لمصلحة حد، انا اللي شفته ليلة الحادثة قلته. بلاش نلف وندور على بعض. الفلوس. فلوس؟ أظن أنت شفته وأنت داخل. أنا شفت وعرفت، لكن وإيه يعني؟ زيادة الخير خيرين، الطمع ملوش حدود. عشان كده ندخل في الموضوع. جابر القاتل الحقيقي دفع لك قد إيه؟ 1,000,000؟ 2,000,000؟ أنا هدفع لك الضعف. أنا هدفع لك نص ثروتي. ثروتك إيه؟ ما أنت لما هتشهد بالحق وأطلع أنا بريء، هقدر أسترد ثروتي. ثروتي مش قليلة يا عزمي. أنا مستعد من دلوقتي أجيب المحامين وأعمل لك كل الضمانات. أنت عارف الخنجر ده أنا جايبه منين؟ من تايلاند، وكلفني 100,000 دولار بس. أصل أنا في الحقيقة بموت في التحف الأصلية والتذكرات. عزمي أنت عندك أولاد؟ في الحقيقة ما حصلش نصيب، أصل أنا في زحمة شغل وسافر كتير نسيت أتجوز. لكن قول لي بالمناسبة، ما عندكش عروسة ترضى بيا؟ طب خلينا في الفلوس. قلت إيه يا عزمي؟ اللي عندي قلته قدام المحكمة وهقوله تاني لو اتسألت في النقد. طيب نكمل كلامنا بعدين، عندي مشوار مهم اصلا. جرى ايه يا جاب؟ ودخول الحمام زي الفوق ولا ايه؟ Oh, my God.
لغايه ما توصلوا، لانه اتهور خالص وكان عايز يقتلني لولا الحرس الخاص بتاعي. لسه في فرصه لغايه جلسه النقض يا عزمي، راجع ضميرك، قول الحقيقه، قول الحق.